صح 57 هيبقى فيه جزئين، جزء يعني فيه خطايا وفيه جزء حلو يعزينا، وزي ما انت قلت كده حد يعني شاور على المجيء التاني، ففي ترنيمة جميلة جدا كنت سمعتها أنا عجبتني، هي بتقول يا كنيسة قومي بالمصابيح، أكيد سمعتوها، نوري وقولي جاي المسيح، عريسنا جاي ياخدنا إليه، ده جاي بمجده والمجد أبيه. هناخد 3 أبيات بس من الترنيمة كلها. البيت الأول بيقول لها إيه؟ قوموا يا أبناء النور برجاء، استقبلوا بحب وأشواق، شدوا الحقوين، عشان علامة الاستعداد يعني، فالحق معين لحافظينه للمنتظرين، العين مصباح تصلح بضياء، والزيت متاح، زيت الروح القدس والروح وعاء، مصباح الشوق ما ينطفيش، يا عيني فوق، يعني دايما بص فوق كده وما تنزليش أبدا يعني. آخر واحد بقى، نلبس أجساد في عدم فساد، تم الخلاص إلى الأبد، أمين تعالى، ده شوق، أمين تعالى، ده شوق قلبي وشوق قلوبنا كلنا طبعا. مجيئك ربي في السحاب، يا كنيسة قومي بالمصابيح، نوري وقولي جاي المسيح، عريسنا جاي ياخدنا إليه، ده جاي بمجده والمجد أبيه، قوموا يا أبناء النور برجاء، واستقبلوا بحب وأشواق، شدوا الحقوين فالحق معين لحافظينه للمنتظرين، يا كنيسة قومي بالمصابيح، نوري وقولي جاي المسيح، عرسنا جاي ياخدنا إليه، ده جاي بمجده ومجد أبيه، نلبس أجساد في عدم فساد، تم الخلاص إلى الأبد، آمين تعال، ده شوق قلبي، مجيئك ربي في السحاب، يا كنيسة قومي بالمصابيح، نوري وقولي جاي المسيح، عارسنا جاي ياخدنا إليه، ده جاي بمجده والمجد أبي. الآب والابن والروح القدس الآية الواحد، أمين. إحنا معانا النهاردة مع إصحاح 57، والحقيقة إصحاح 57 بينقسم إلى جزئين. الجزء الأولاني من الآية الأولانية اللي كمان لبعض الآيات اللي تحت يعني لحد آية 12 بيعدد لينا معطلات الخلاص. أنتم فاكرين إصحاح 55 لما كان بيتكلم فيها عن دعوة الله المجانية، وبعدين فصح 56 فتح الباب، ف
فتح الباب لكل الأمم، للغريب والخصي ولكل الشعوب. لكن 57 و58 و59 في شوية معطلات علشان بتمنع الإنسان عن أن يتمتع بالخلاص دوت. الحقيقة احنا مش هنقرأ كل الآيات اللي موجودة، لكن أقدر أقول ألخص شوية خطايا عددهم في آيات اللي 1 و2 و3 لغاية العدد اللي قلته لحضراتكم، لكن هي ملخصين يعني تلخصوا في كذا جزء عشان بس ندخل على الجزء بتاع النهاردة اللي هو الجزء الأخير يعني. فمن ضمن الخطايا اللي ذكرها اللي بتعطل الخلاص، ذكر هنا عبادة الأصنام، ذكر كمان إن هم يصنعون الشر في كل مكان. يعني لو قريتوا كده هتلاقوا كده إن هم في كل مكان بيصنعوا الشر تحت كل شجرة خضراء مش مخليين. وبعدين كمان في العدد 10 بيذكر اللي هو الجري وراء الشر، وبعدين عدم الشبع بالشر. أنا علشان بس عارفين يعني دايما كانوا بيهتموا بالجسد والجسديات، كمان بيعملوا الحاجات ديت بدون مخافة. يعني فكرنا دايما حتى بولاد علي الكاهن لما كانوا بيعملوا الفحشاء عيني عينك في الهيكل، وبعدين عدم المخافة يعني انعدام مخافة ربنا خالص. وبعدين في آية يعني خطيرة جدا، يعني الآية 6 في الجزء الأخير عتاب يعني مخيف شوي. ربنا اللي بيقول أعن هذه أتعزى، يعني كل الأمور اللي أنا ذكرتها لكم دي تعزيني. أتاري ربنا أحبائي من الأعمال الحلوة وأعمال البر اللي احنا بنعملها بيتعزى زينا. مش احنا بنقول احنا النهاردة اتعزينا النهاردة بالترانيم، اتعزينا بالكلمة، إن ربنا كمان بيتعزى دايما بسلوك الإنسان وراه. لكن طبعا هنا اللي بيعتب هنا ياللي مشيت ورا الخطية، كل الأمور اللي بسمعها عنك يا شعبي، والأمور دي خاصة بينا أحبائي، احنا قلنا ده مش تاريخ يعني، ده كتبت لينا، كل ده كتب لينا احنا اللي احنا الذين انتهت إلينا أواخر الظهور. فكل الأمور اللي بين إيدينا دي هي تعليم لينا. فربنا بيقول لنا وبيخاطبنا النهاردة عن هذه هتعزة، ياللي بتبعد عني وتعيش في الخطية وفي الشهوة وفي الأنانية وعدم مخافتي، عن هذه هتعزة وهكذا. لكن طبعا احنا خلينا النهاردة خلينا علشان داخلين على سنة جديدة، وزي ما شفنا هنا في الترنيمة بتقول احنا منتظرينه، تعالوا نشوف بركات الرجوع لربنا. احنا هنقول ان احنا رب تركناك بسبب خطايانا وذنوبنا، هل من رجعة؟ طبعا في رجعة، ولما نرجع هنلاقي بركات كتيرة جدا تنتظرنا. أول بركة لما نيجي نتقابل معاها اللي هو الآية اللي بتقول أما الآية 13، أما المتوكل علي فيملك الأرض ويرث جبل قدسي. هذه أول بركة. عد معايا بقى يعني يرث الأرض. يعني طبعا المعنى الحرفي معروف ان هو وعدهم ان هم هيرجعوا من السبش ويرجعوا تاني ويرثوا ارض كنعان، الارض الموعود بيها. لكن طبعا هنا ما لو شاورنا على الارض هو يقصد الجسد. فاكرين كده لما قال في التطوات طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض، وكلمه الارض هنا ده يعتبر ميراث من الميراث السماوي، بمعنى ان لما يجي يشاور على الارض فيا يعني بيشاور على جسدي. فهنا كلمه الانسان يورث جسده بمعنى ايه بقى؟ من معنى انه بيحط جسده تحت امر ربنا. زمان كان بيقول لهم انتوا جسدكم دوت كنتوا بتقدموه آلات للاثم وللخطيه، لكن لا، لما تيجوا ترجعوا بقى الجسد بتاعكم دوت هيكون تحت امري، هيكون في خدمه ربنا. عشان كده تلاقي بولس الرسول بيقول لنا قدموا اجسادكم ذبيحه حيه مرضيه لعبادتكم عبادتكم العقلية. فاحنا هنا حتى الإنسان احنا ليه بنصوم؟ ما احنا بنقدم جسدنا ذبيحة. يقولوا كده الصوم كده لما يبقى الدهون في يعني بتسيح وتحترق من كثرة الصوم، عشان الروح كده تتنعش وتبقى الإنسان في طاقة روحية جميلة جدا، فيتحول الجسد إلى آلة مباركة في يد ربنا. ده الإنسان اللي يرجع تاني، مش كده؟ يعني مثلا نلاقي عروس النشيد تقولك أنا دورت على حبيبي وقلت إيه؟ وجدت من تحبه نفسي. فأصبح الجسد اللي كان
بيستخدم للشهوات ويستخدم للآلة للشر، لا بعد في الرجوع بقى أقدمه لربنا ذبيحة حية. خلاص يعني بدل ما قبل كده ده انت تكون بيقول لها انت بتوسعي مضجعك، كلمه وسعي مضجعك يعني ما انت شبعانه من شهواتك، لكن يجي النهارده لا انا يا رب حتى جسدي هتحط قدامك النهارده اخد بركه. تعدوا معايا؟ يبقى دي اول بركه النهارده في رجوعنا لربنا، اللي بيتكل على ربنا ويرجع ليه هيملك الارض ويرث جبل قدسي. واحنا عارفين احنا قلنا قبل كده جبل قدسي اللي هو الجبل المقدس، المكان اللي فيه العبادة الحقيقية، المكان اللي وضحه السيد المسيح المرة اللي فاتت المرأة السامرية وقال لها السجود بالروح والحق. طب نمر اتنين، تاني بركة لو قرينا في عدد 14 بيقول أعدوا أعدوا هيئوا الطريق، ارفعوا المعثرة من طريق شعبي. فتاني بركة نزع المعثرة، ودي بداية الخلاص. يعني في أمور كتيرة جدا بتقف قدامنا وتكون سبب عصرة، فدي بتوقع الإنسان. لكن هنا بقول لك لا، أنت إيه يلا يا ابن المسيح يا اللي رجعت لي، تعالى اشترك مع الخدام وتقدر ترفع العثرات من قدام أولاد ربنا. ربنا بينادينا النهاردة في تاني بركة ارفعوا المعثرة، يعني أنا لو رجعت لربنا هشترك في الخدمة الحلوة دي، لأن يوحنا في بداية خدمته قال إيه؟ أعدوا طريق الرب، شيل المعطل، أي حاجة جوه قلبي تعطل ربنا جوايا أشيلها. ما دي معاثر في بغضة، في خوف، في كل أمور العالم، في أي حاجة موجودة جوه. لا النهاردة أقول يا رب اديني معونة علشان أرجع لك بكل حب، شيل المعاثر من جوايا يا حبيب. اي حاجه ما تكونش فيها ربنا دي تعتبر عثره. تتخيلوا بقى ان السيد المسيح شبه بنفسه انه سخره عثره، هذا امامي دوك سخره عثره. يعني بمعنى ايه يا رب؟ ده معقول كده لما حد بيسمع ان انا اقول لك مسيحنا بقى فخره عثره؟ ايوه سخره عثره في امور. يعني مثلا هقول لكم على سبيل المثال، يعني ودي مسؤوليتنا لما نيجي نقول ازاي يبقى الله ويدور على جسد لعازر ويقول اين وضعتموه، دورك انت يا انسان يا مؤمن قوله لا ده هنا ليه مغزى روحي كبير جدا. هو بيتظاهر بعدم المعرفة الظاهرية بس عاوز يشرك الانسان معاه. وحاوز اقول لك اذا كنت بتقول اين وضعتموه، ففي النهاية قال له ايه؟ لعازر هل هم خارجا. يبقى انت دلوقتي بتحط المعرفة قدام الناس وتشيل المعثرة من قدامهم. التجسد يا أحبائي من أوله لآخره سبب عثرة لكل الناس. معقول الله اللي في ملكوته وفي قوته يصير إنسان؟ أيوة، الناس ما كانتش فاهمة التجسد وبركة التجسد. لازم تقعد معاهم وتفهمهم إن التجسد ده ليه بركات كبيرة جدا. ولما تجسد أصبح للمسيح طبيعة بشرية كاملة وفي اللاهوت كامل، فإنسان كامل وإله كامل. حتى الصليب نفسه، الصليب كان عثرة لليهود لأنهم مش عارفين أن الصليب دوت أساس الخلاص. فإحنا دورنا النهاردة أن احنا يقولك ارفعوا المعثرة من طريق شعبي. وإن كان السيد المسيح في عمله وفي تجسده سبب عثرة الناس كتير جدا مش مفهوم زي ما بيحكم عليه كده، يقولك إله مصلوب، ما يعرفوش ان الصليب ده عباره عن ايه؟ فديه مدفوعه، مش كده؟ يبقى اذا هنا نيجي نعلم الناس، نقول لهم ده الصليب ده وفتح لنا الخلاص، ده الالام ضروريه لخلاصنا. يجي الناس بتتذمر كتير جدا على المرض والالام والضيقات، اقول لهم لا، بضيقات كثيره ينبغي ان ندخل ملكوت السماوات. لازم نتالم معه، كنا نتالم معه فنتمجد ايه معه، ونعلم الناس وقول خد بالك احنا كمان مسؤولين. ولكن عثرتك عينك اليمنى اطلعها ازاي؟ يعني شيل منها العثره، يعني ما تدهاش فرصه انها تقع في الخطيه، مش مطلوب مني ان انا اطلعها. ان عثرتك يدك اليمنى ايضا، وهكذا. يبقى خدمه رفع المعاثر دي بركه من بركات رجوع الانسان عن خطير او الرجوع لحضن ربنا. اول بركه نرس الارض،
تاني بركة نرفع المعاثر، نشترك مع ربنا في رفع ايه، في عارف في المعاصي. لما تيجي تقول لك يا عم انا انسان خاطي، معقول الخطايا اللي انا عملتها ديت ربنا ممكن يغفر لي وارجع تاني؟ اه طبعا، قول له ده مكتوب عندنا في الانجيل يا عم، الصديق يسقط 7 مرات ويقوم، ارفعوا المعاثر. طيب ايه البركه الثالثه؟ لو شفنا رحنا الايه 15 بيقول ايه بقى؟ ايه 15 لو قريناها مع بعض بيقول: لأنه هكذا قال العلي المرتفع. شوف وضع الله، شوف صفات ربنا، مكانته العظيمة، مرتفع ساكن الأبد، قدوس اسمه، في الموضع المرتفع المقدس أسكن. خلي بالك من اللي جاية بقى، آية تفرح: ومع المنسحق والمتواضع الروح أنا أسكن، لأحيي روح المتواضعين ولأحيي قلب المنسحقين. ايه رأيكم لو حبينا نحط لها عنوان ديت نقول ايه بقى؟ سكن الله في وسطكم في الموضع المقدس. تيجي تسأل نفسك سؤال: أراحتك فين يا رب؟ أرغم مكانتك العظيمة ديت، أرغم وجودك وسط الشربيم والكروبيم، تستريح فين؟ موضع سماء السماوات يا للاتضاع وللبركة العظيمة اللي احنا فيها. يجي يقول لك راحتي ان انا اسكن في وسط شعبي مع المنسحق مع المتواضع الروح. تيجي تقول لك قريب هو الرب من منكسري القلوب، اللي متمسك بقى بفضيلة الاتضاع. طب ازاي اتضع؟ ازاي اتضع؟ سمعنا كتير جدا على الاتضاع، علشان ينظر لي ربنا مطلوب مني ان انا اكون مسكين. طبر المساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. وهنسمع الحد الثالث في شهر كياك تسبحة العذراء، تسبحة الرائعة، لأن بصت لنفسها إنسانة بنت غلبانة وتاخد المكانة الكبيرة ديت، ويرتضي الله في علاه أن يسكن في أحشاها، تتغنى وتقول إيه: أنزل الأعزاء على الكراسي ورفع المتضعين. ميخا النبي بيقول آية جميلة جداً، يقولك إيه بقى؟ أسكن متواضعا مع إلهك. طب إيه هو التواضع؟ التواضع بس حاجة بسيطة جدا، أعرف قيمتي أن أنا إنسان تراب ومن التراب أعود، وكل تحت ضعف، لكن في نفس الوقت الكفة التانية أبص لمقام الله العالي. فلما أجي أعمل مقارنة ألاقي نفسي ولا شيء. هو ده أهم حاجة، مقارن نفسي بيني وبين إلهي. شوفوا إيه اللي يخلي واحد زي أشعياء النبي يدخل في أشعياء 6 خدناها، يدخل الهيكل ويقول: يا الحقني يا رب أنا إنسان نجس الشفتين، لأن شاف ربنا في مجده فعرف قيمة نفسه. ده التواضع، اعرف قيمة نفسك وشوف عظمة الله قدامك، ساعتها تتمتع بالعطية دي بقى وتقول: صح يا رب النهاردة أرجع إليك وأكون إنسان منسحق علشان تسكن جوايا وتسكن فيا. تاني نقول علشان نتمتع بيها: في الموضع المرتفع المقدس أسكن، الإنسان اللي دايما مرتفع بروحه مع المنسحق والمتواضع الروح. وبعدين مش كده وبس، ده كمان يجي يقول: لأحيي روح المتواضعين ولأحيي قلب الايه؟ قلب المساكين المنسحقين. طيب افرض يا رب صحيح انا اتوضحت وخدت نعمه من عندك، لكن في برضه في السكه اخطات وعملت خطيه، هتعمل معايا ايه؟ خطيه زعلتك قوي يعني، سبتك وتركتك، لكن انا بعترف ان انا انسان خاطي، ايه موقفك ناحيتي؟ على طول يوديني الآية 16، يقول لي إيه لما أقوله كيف تسكن يا رب مع إنسان خاطئ زي؟ يقول: لأني لا أخاصم إلى الأبد ولا أغضب إلى الدهر. واو، يعني معناها إيه بقى؟ حط كده عنوان معايا: السيد المسيح له المجد بالنسبة لي كخاطئ، يأدبني ولا يخاصمني. أقولها تاني، ده البركة الرابعة: لا يؤدبني، لا يؤدبني ولا يخاصمني.
جمال. ليه يا رب؟ ليه ليه كده؟ لأنك لا تخاصم عند الأبد ولا تغضب إلى الدهر. أنا عارف، أنا عارف مقدارك أنت إيه، أنا عارف ضعفاتك أنت إيه. لما هنكمل الآية بعد كده، بس أنا مش عايز أطلع من كلمة إنه يؤدب ولا يخاصم، لأن فيه صديق في السيد المسيح جه وارتفع على الصليب وشال عني كل ده، ارجيله من ناحية الصليب وأتوب. شوفوا هفكر حضراتكم بحاجة، يعني خيمة الاجتماع دي ليه أمر ربنا أن يعمل خيمة الاجتماع وسط شعبه؟ قال لك أكيد في الخيام اللي حواليا ديت، أكيد ده بيتخانق مع مراته في الخيمة ديت، وده بيتخاصم مع أخوه في الخيمة ديت. طب وبعدين الحضرة يلا كما موجود في خيمة الاجتماع، طول بالك في خيمة الاجتماع في مذبح نحاس بيتقدم عليه محرقات، ذبيحة خطية وذبيحة محرقة، ويحتف خطية اسحب الذبيحة وتعال اعترف وحط ايدك عليها قدام الكاهن هتغطيك. طبعا ما فيش مغفرة غير بالصليب، ولكن في العهد القديم كانت الذبايح. فبما ان مذبح النحاس موجود حاجة ما تخوفش، لان سكن الله في وسطينا، يجي يقدمنا ولكن لا يخاصمنا. جاء السيد المسيح واتصلب، جاب كل خطايانا ورفعها على الخشب، فببركة الصليب استحقينا انه يسكن ايه، يسكن معانا. يعني هنا لما يقول والأغضب إلى الدهر، يعني معناها إن في غضب، وكلمة الغضب يعني أفكر في تأديب ليا. كل أولاد ربنا لما يخطئوا، أولاد ربنا لما يخطئوا لهم تأديب، أما الأشرار فلهم عقاب. الفرق بيننا وبين الأشرار يا أحبائي، المؤمن الخاطي له تأديب، تأديب الأدب للرب وإلى الموت لم يسلمني. طيب نيجي للسبب بقى اللي بيعاملني كده، ليه ربنا بيميزني رغم ان انا في خطيتي؟ قال لك حبيبي لان الروح يخشى عليها امامي والنسمات التي صنعتها. يعني الكلام ده بقى، ده بمجرد الروح ما بتقف قدامي يا ابني بيخشى عليها. ده انت يا ابني انسان ضعيف، النفس البشريه ضعيفه جدا. يعني هناخد وبعدين شوفوا، تخيل ان الروح لما تيجي تقف قدام ربنا شكلها هيبقى ايه. طب هنشوف كذا موقف، مش هنقول مواقف كتيره جدا، تعالوا نشوف موقف للسيد المسيح في مجده، وتعالوا نشوف موقف السيد المسيح في ضعفاته. في مجده لما ظهر في جزيره بطمس ظهر ليوحنا، صح؟ طب ايه اللي حصل لما يوحنا شاف المنظر؟ وقع عند رجليه كميت، وقع عند رجليه كميت. ايه اللي حصل يا يوحنا؟ طب هو منظر السيد المسيح بالنسبه ليوحنا ايه؟ كان غضبان لكن في مجده، ولكن علشان الروح يخشى عليها امامي فانا عارف قيمتك انك انت انسان مسكين وغلبان. وقف لا كده بيقول لك ان هو مش غضبان. طب بلاش كده، تعال نشوف ناحيه الضعف. وهو في بستان جثماني وهو مكتئب وبيطلب لك نفسي حزينة جدا حتى الموت، يلاقوا الناس جايين، من تطلبون؟ قال لهم يسوع الناصري. قال لهم أنا هو. إيه اللي حصل لهم؟ الروح يخشى عليها أمامي، سقطوا على وجوههم ولولا أنه تنازل وقال لهم تعالوا أنا هو. عشان بس بيبين الإنسان قد إيه ضعيف، عشان كده حنين ربنا عليه. شوفوا في مجيء التاني، في مجيء التاني روح شوفوا عنه بقى في المجيء يحصل ايه. يقول لك الجبال تزول امامه، الجبال ده بيقول لك من امامه او من امام وجهه هربت السماء والارض. عشان كده يقول لك انسان يا ضعيف يا ابني انا عمري ما اغضب عليك الى الدهر. طب تعالوا نشوفوا رؤيه تانية، ده مش رؤيه ربنا لانسان، لا ده رؤيه ملاك. ايه رايكم في رؤيه الملاك جبرائيل لدانيال؟ بمجرد ما دانيال شاف جبرائيل يقول لك لم تبقى في قوه، كنت مسبخ على وجهي. عارفين يعني، عارفين السباخ اللي هو نوع من الطين، يعني من كتر خوفه وقع على الارض لدرجه انه اشتل ملا طين، لان جبرائيل بس ظهر له. مين انت يا عم؟ قال له انا جبرائيل الواقف قدام الله. يبقى اذا البركه الرابعه ان ربنا يأدبني ولا يخاصمني
لأنه يعرف قد إيه أرى أنا روحي ضعيفة جدا. طيب في بركة تاني، في بركة تاني، في بركة تاني، بس قبل ما نقول البركة في حاجة كده جت في الوسط كده علشان يعني وقفنا فيها عمر فاصل. يعني ايه هو الآية 17؟ بيقول من أجل إثم مكسبه غضب وضربته. من أجل إثم مكسبه، الناس اللي بيتاجروا في الخطية وبعدهم على الله وانفصلوا، أنا غضبت وضربته، استترت وغضبت. عارف بعد ربنا كشف الخطية، بعد ما أعلن للإنسان الخطية، فبدل ما الإنسان يتوب، بدل ما الإنسان يعترف بخطأه ويقول له أدبني يا رب، شوفوا تكملة الآية، فذهب عاصيا في طريق قلبه. بدل ما الإنسان يقول أنا اللي غلطان يا رب، أنا اللي محقوق لك، أنا اللي أذنبت، أنا اللي أخطيت وأنت شفت عن الخطية، لكن بدل ما أتوب عن الخطية زي ما كشفها لي ربنا واخد التأديب اللائق، لكن أنا عملت إيه؟ فذهب عاصيا في طريق قلبه. التأديب والضيق أحيانا بتكشف الخطية، ولما بتكشف الخطية بدل ما الإنسان يرجع يلوم ربنا عليها، لكن لا، هو النهاردة هتعلم من الآية دي قبل ما أدخل على البركة، على البركة رقم 5. البركة رقم 5 بقى بينقلني الحاجة حلوة جدا، بقى بينقلني الإيه؟ عوض الحزن اللي انت فيه دوت، انا هرجع لك التعزيات اهو. رأيت طرقه، ده الانسان اللي مشي ده، وسأشفيه واقوده وارد تعزيات له ولنائحيه. ايه رأيكم في البركة ديت؟ ايه البركة ديت العظيمة ديت؟ ده عاوز يقول النهاردة بدل ما انت حزين ده يبقى فيه تعزيات كتيرة جدا. انتوا عارفين كده يعني في القداس لما بيقولوا في الغرغور ايه؟ كأب حقيقي تعبت معي انا الذي فقط، لان اصبح للانسان في قياده، في قياده. كلمه ساشفيه واقوده، يعني ربنا بيمسك بايد الانسان ويقوده. وروحوا كده بمنظر الترحال بتاع شعب بني اسرائيل في قياده على مستوى عالي جدا. لما يرحلوا بيقسم الاسباط، بيقول 3 أسباط في الامام و3 أسباط في الخلف، يعني شمال وجنوب، و3 في الشرق و3 في الغرب، وخيمه الاجتماع اللي تمثل حضور الله في الوسط. يقول لك لما نجيب طياره هليكوبتر ونحب نصور المنظر دوت، مشهد خروج شعب بني اسرائيل في البريه، بيطلع لنا الصليب. اي هنا في قياده، في قيادة. يعني طريق المشي مع تابوت العهد بيبين قد ايه ربنا كان بيقود الإنسان. فهنا مع القيادة في الآية بيقول وأرد تعزيات له ولنائحيه. الله، يعني عاوز تقول يا رب هتدينا حياة التسبيح؟ يعني عاوز تقول يا رب في تأديبك بتنادينا ان احنا كمان نفرح؟ يعني عاوزين النهاردة نعترف ونقول يا رب فعلا تأديبك بيتسبب فرح، تأديبك علامة على إنك بتهتم بيا، كشف ضعفاتي علشان تشفيني، هتشفيني النهاردة وتقودني كمان، وكمان ترد لي التعزيات. طبعا. ليه بقى؟ لأن في آية 19 بيقولنا إيه بقى هنا؟ خالقا ثمر الشفتين. قبل ما ندخل على البركة الأخيرة والسادسة، شوفوا ثمر الشفتين التسبيح، شوفوا كده الشعب بني إسرائيل بعد ما عبروا البحر الأحمر. يا جمال التسبيح لما تيجي مريم كده تمسك الدف بإيديها وتتعزى وتقول الفرس وركبه وطرحهم في البحر، يا فرحة إسرائيل. طب تخيلوا يا أحبائي، تخيلوا لو رحنا النهاردة أورشليم وقلنا للجماعة اليهود تعالوا سبحوا معانا، تيجوا تسبحوا معانا زي ما سبح موسى التسبحة عبور شعب بني إسرائيل والمصريين والفراعنة غرقوا في البحر، هيتعجبوا مننا، يقولوا يا انتوا فرحانين قوي، انتوا عارفين الفراعنة دول أجدادكم. الآن احنا النهاردة أولاد المسيح، أولاد ربنا. تخيلوا ان الناس اللي اتنجوا، شعب بني إسرائيل اللي اتنجوا
لا بيسبحوا ولا بيهللوا ولا هم فاكرين اي الامور دي خالص. مين اللي يسبح؟ اولاد الفراعنه، اولاد فرعون، فرعون اللي سقط وغرق، احنا اللي بنسبح، لان الايه اتقلبت. احنا النهارده ربنا خلق لنا ايه؟ خلق لنا ثمر الشفتين. شوف عندنا تسبيح 7 و4، وعندنا تهليل، وعندنا بنمدح في العذر، وعندنا بنذكر اسم يسوع من عظمته، شهر بحاله بنقدم التراتيل والتسبيح. ده ثمر شفاء. من اللي خلقها؟ خلقها ربنا لينا. المصريين يسبحوا الله، ولكن علشان اجدادنا غرقوا، بينما الشعب بني اسرائيل نسي التسبيح، نسي التسبيح ونسي القيادة في البرية. عشان كده ختمها بآية جميلة جدا جدا، وياريت نقول يا رب ادينا البركة الستة دي كمان. سلام، سلام للبعيد وللقريب، قال الرب وسأشفيه. دي العطية رقم ايه؟ 6. سلام للبعيد، يعني عاوز يقول البعيد، وعارف الناس يقولك ده بكرة هتبقى أحسن من النهاردة. طبعا اللي في المسيح دايما بيتفائل. رجع لينا بالسلام. يعني احنا دلوقتي بنشوف عمل السيد المسيح بسلامه لما جه على الارض، وحد السمائيين مع الارضيين، وقرب الناس البعيدة عنه وقربهم للقريبين منه، فاصبح القريبين منهم في سلام. واللي شوف احنا نقولك كنا بعيدين عنه، نحن كنا غرباء مش من شعب الله، ولكن بسلام المسيح اللي صنعه بالصليب لأصلح الأرض مع السمعين وجعل الاثنين واحدا. النهاردة بيقول لنا بالتأكيد، قولها لنا مرتين، سلام، سلام للبعيد والقريب. القريب اللي هو المؤمن، الإنسان المؤمن اللي عنده في حضن ربنا، والبعيد هو الإنسان الأمم اللي كان عايش في الخطية يوم ما يرجع. معنا النهاردة بنقول إيه؟ بركة الرجوع لربنا. من البركات ربنا هو إيه؟ هو السلام، السلام للكل. عشان كده لما يجي يقول سلام الله الذي يفوق كل عقل، يجي يقول سلام الرب مع جميعكم، في بركة كبيرة جدا كان بيقولها دائما في وسط الكنيسة الشعب بني إسرائيل في العهد القديم. ونيجي البركة العظيمة اللي بناخدها نهاية كل قداس، يجي الكاهن الأب الكاهن يقول إيه؟ سلام مع جميعكم، سلام يرافقنا في كل وقت. فأصبح السيد المسيح يا أحبائي اليوم هو إيه؟ هو سلامنا. المسيح هو رئيس السلام، المسيح هو أصل السلام. بعد شوية هيبقى هنعيد بعيد القيامة، ونشوف قد إيه الملائكة بتبعث لنا السلام وتقول المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. اوعى ننسى آية 20 و21، العكس تماما. ليس سلام قال إلهي للأشرار. يا ربنا يسوع المسيح تجعلنا اليوم نرجع إليك بكل قلوبنا وبكل أفهمنا وأجسادنا وأرواحنا، لكي نكون متمثلين بيك أنت وبحياتك، حتى ننعم ببركات الرجوع إليك في كل وقت يا رب، ونتمتع بكل البركات اللي احنا خدناها النهاردة. وهم فيها أن يكون لنا سلام، سلام للإنسان مع نفسه، سلام للإنسان مع بيته، سلام للإنسان مع جيرانه، سلام مع الله، سلام مع خليقته، لنعيش في سلام في أحضان ملك السلام الذي له المجد في كنيسته من الآن وإلى أبد الأبدين وإلى دهر الدهرين. أمين.